كل هون يا جماعة، أجدادكم شافوا أيام سودة زي دي وهم بيحفروا قناة السويس. بس كان عذابهم بكيف. أيوة لولا قناة السويس كان ريف العيش وصل باريس. أيوة سبع الليل الفولي افندم. اطلع برج ثلاثة معتادة ارش. انت يا عسكري وقف انتباهي يا عسكري، انت فاكر نفسك فين؟ في الغيط. ثانية حاسب يا رشاد لا تدخل عليك حية. يا ريت تخش عشان تستريح. تستريح ده ايه يا استاذ رشاد؟ امال الدكتور علي يقول ايه؟ اكيد الموت عن طريق التعابين والحياة احسن من الموت عن طريق شركس. انا عايز اموت بطريقة ما افقدش بيها ادنيتي. طريقتي احنا لازم نهرب. تهرب تروح فين يا ابني؟ الكلاب تاكلك، ولو نفدت من الكلاب مش هتقدر تمشي في الصحراء اكتر من 100 متر. بيتك لدغة، الموت هنا احسن.